مرحبا. زيادة ظاهرة العنف الأسري بالعديد من المجتمعات يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. تعال نتعرف سوية على الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. منها العوامل الاقتصادية، يعني الضغوط المالية، الفقر، البطالة، كلها عوامل يمكن أن تزيد من التوتر داخل الأسرة، مما يؤدي أحياناً إلى العنف. اثنين، الأمراض النفسية، يعني الاكتئاب، القلق، الاضطرابات الشخصية أيضاً يمكن أن تساهم في حدوث العنف الأسري. وثلاثة، بعض المجتمعات تبرر العنف على أساس التقاليد أو المفاهيم الخاطئة حول السلطة والسيطرة داخل الأسرة. أربعة، الاستخدام المفرط للمخدرات والكحول، وأيضا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة وزيادة السلوك العدواني. خمسة، الأطفال اللي ينشؤون في بيئات عنيفة قد يتبنون نفس السلوكيات في حياتهم البالغة، وأيضا يؤدي إلى زيادة العنف. ستة، نقص الدعم والخدمات المقدمة للأسر اللي تعاني من مشاكل، أيضا يمكن أن يزيد من احتمال وقوع العنف. زين، مواجهة هذه الظاهرة يتطلب جهود متكاملة. شنو هاي الجهود؟ هي تشمل تحسين الظروف الاقتصادية، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الأفراد داخل الأسرة. وأنتوا قلونا شنو السبب الرئيسي اللي يؤدي إلى زيادة العنف داخل الأسرة؟